ماله؟ رصاص حي، رصاص ما نعرفوش شنيه بالضبط. هذا نعرفوه استاذ وبيل حلوف. ثور صوركم سيد يا يحكم سيد صوركم طيحكم
فهموهم اللي هم يحبوا يهمشوا ويحبوا يبعدوا ويحيدوا ويخطفوا الثورة ويزرفوا الثورة ويبعدوا ويحبوا يغطوا المطالب الشرعية والمطالب الأساسية والمطالب الاجتماعية ما تسوي حد شيء قدامهم. احنا حريتنا ومطالبنا اللي هي مطالب سياسية بحتة حاجتنا بقطيعة تامة مع الماضي، لأن الماضي بتاعنا ماضي مظلم، الماضي بتاعنا ماضي موسخ. حاجتنا مش نظفنا، حاجتنا بعباد نظيفة تشد البلاد هذية، توصل البلاد هذية لبر الأمان على الأقل. We'll be right back.